يعني زعلان شويه بس فخور بجد. مبروك ان احنا عندنا منتخب. ايوه عندنا رجاله بجد والله كريم. شوف الواحد على قد ما كان زعلان من كروش في حاجات مع على اللونج، لا عندنا فرقه دلوقتي، عندنا بدايل، عندنا ناس بتلعب. يعني عندك الباك رايت اجاد اكرم متصاب، صح اجاد عمر، صح اجاد امام على قد كتر خيره بيلعب على ساديو مانيه، بالظبط تخيل ساديو مانيه ياخد انذار عليه بالظبط. يعني عندنا في القلب عبد المنعم، عندنا الونش، حجازي، ايمن اشرف. لا فتوح ده موضوع تاني. يمكن انا من البطوله العربيه قلت لك ده لازم يحترف، قلت لي الزمالك هيزعل، قلت لك لا من احسن الباكات ليفت اللي في افريقيا. لا لا انا معاك، هو لازم طبعا. وبتاع السنغال، بتاع السنغال النهارده طبعا اسمه سيس دوت، لعيب كويس. لا الحمد لله رب العالمين، ما يزعلوش.